بلغ عدد الطلبات المقدمة لأمانة عمان للحصول على حظائر بيع وذبح الأضاحي ضمن المواقع المحددة 263 طلبا، علما بأن بعد غد الخميس هو آخر موعد لتقديم الطلبات في مناطق الأمانة. عيد الأضحى الموسم الذي ينتظره مربو الماشية كل عام للبيع، حيث يقبل الناس على شراء الأضاحي لتلبية هذه الشعيرة والسنة النبوية المؤكدة. مربو المواشي يستعدون لعرض الخراف والماعز وغيرها من الأنعام في أماكن بيع الأضاحي ابتداء من يوم السبت المقبل، التي قامت أمانة عمان الكبرى بتجهيزها في مناطق عدة من العاصمة. في شروط، احنا الشروط في 10 او 15 شرط وزعتها وكتبنا تعهد لاصحاب الحظائر، ووفرت هذا الموضوع كله وفرته امانه عمان الجهد القائع لهذا ب 100 دينار بدل خدمات و 400 دينار بدل تامينات. 400 دينار اذا التزم بالشروط حسب الاصول فهي مسترده. إزالة العوائق وجرفها هم تسعى الأمانة لعدم تكرار ملاحظات سابقة في مواسم ماضية، لترتكز على شروط وتعليمات وضعتها للتجار قبل استقبال طلباتهم للحصول على مكان لبيع الأضاحي. السنة هاي تفاجأنا أنه في سكان سكنوا بالمنطقة اللي يعملوا فيها الأضاحي، فصار الموقع عندنا ضعيف، فجهزنا 25 حظيرة لكن الطلبات قاعدة تزايد، فإحنا قاعدين نستحدث كمان مواقع أخرى للأضاحي. تتعدد الأنواع والألوان من الأضاحي، وما يميزها هذا العام أنها جاءت بأسعار أقل مقارنة بالموسم الماضي بحسب تجار المواشي. أطلب من أمانة عمان بتوسيع الحظائر اللي تكون واجهتها 5 متر إنها تكون 8 متر و 10 متر، اللي يكون عنده 300 راس الحظيرة هذه طبعا تكون ضغط على الحلال. نعم، بالنسبة لهذا العام في فرق كبير بالنسبة للأسعار بالسنوات الماضية ولهذا العام. وكانت أمانة عمان الكبرى أعلنت عن 12 موقعاً لبيع وذبح الأضاحي، إضافة لالتحاق 50 طبيباً بيطرياً فيها للإشراف على الأضاحي المعروضة وعملية الذبح ورصد أي أضحية تخالف الشروط الشرعية والصحية، حيث تم إتلاف أكثر من 19 طناً من اللحوم العام الماضي لمخالفتها تلك الشروط. تستعد أمانة عمان بتجهيز أماكن بيع الأضاحي في مختلف مناطق عمان للتسهيل على المواطنين ومنع الانتشار العشوائي لهذه الحظائر. محمد الفايز، المملكة، عمان.